ألو خيال، طمنيني، مراد تحسن؟ ايه بس بايرام، بايرام؟ بايرام وضعه مو منيح وزعلان، واليوم طلع بكير من البيت. انتي صار معك شي؟ فرجيتي الدفتر لساركان مثل ما حكينا؟ ما قدرت ورجيه، هو الجو مكهرب، بس أنا متأكدة إنه نادر هو اللي عمله. ليش عمل شي من جديد؟ لا ما عمل شي، يعني أنا من نظرات عيونه بحس إنه هو اللي عمل هيك بهاندا. نحن إذا بدنا نحكي لساركان لازم نثبت له، يا ما هيك؟ إيه بس لهلأ ما حكيت معه، بالأول لازم روح زور أمي بعدين بحكي على رواق، هيك عم فكر. وموعد جلسة محاكمة أمي؟ ما بقي له شي، أنا عندي كتير حكي لازم أحكي لك يا، لازم شوفك خيال. صاير شي جديد؟ بحكي لك بس شوفك. إيه طيب بشوفك ومنحكي. يلا باي. الله معك. شرمين شمشيك، عندك زيارة. يا رب. شدي حيلك. ست شيرمين تفضلي عادي. قرب موعد محاكمتك، فكرتي باللي قلت لك يا؟ طيب شو قررتي؟ فكرت وقبلت بكلامك. زهرة، تأكدي إنه قرارك صحيح. طيب شو رح يصير هلأ؟ رح يستلموا قضيتك ورح يرجعوكي لهون مرة تانية، وبعد ما تطلعي من هون أنا رحل كل شي. هي اللي اسمها شوليا ما رح تقدر تأذيكي. طيب وشو مشان بنتي؟ يعني هي أصلاً نحن عم نعمل كل هاد منشان نحميها. لا تخافي، إذا بتعملي مثل ما بقلك بالضبط ما رح يصير لها شي. بس أوعك تنسي أنه خطتنا ما رح تخبري بنتك فيها، لأنه إذا بنتك عرفت أنا ما عاد فيني أحميها. فهمتي علي ما هيك؟ فهمت. معناتها وثقي بكلامي وإن شاء الله ما رح خلي يصير عليكم شيء. أنت شو عم تعمل هون؟ يلا أمشي. شو هي شو عم بعمل هون؟ ليش شو عملت لي؟ شو يعني شو عملت لي؟ انت هددتني. انت يلي اجبرتيني. عايشة بالكذبة وما عاد شفتي شي، ما عم بعرف شي بيه. قدير، انا بالماضي ما كنت شوف شي، لاني بالفترة اللي حبيتك فيها ما كنت عم شوف منيح، فهمت؟ يا عيني يا عيني، لكن حبنا كان كذبة. عم تنكري هالشي كمان؟ انكري انكري. لقلك هلا شو بدك مني وشو بدي انكر؟ قلي انكر انك كنت دائما تتركني بنص الطريق، انكر اني كنت صدقك مثل الغبيه، شو بدي انكر لي؟ لا لا، عم احكي عن هداك الولد اللي اسمه جينجو، كيف عمالك قلبك؟ ليكي انت بتحبيني لي ولساتك لهلا بتحبيني؟ لا ما حبيتك. بتحبيني؟ ما بحبك. بلا قدير،
جينجو ما له علاقة أبدا، ماشي؟ بعرف إنك حاولت تساعدني بس ما طلع بإيدك شي، وشكرا لإلك، بس دورك خلص هون وبس، خلص. يلي بيناتنا ما كان حب أبدا، وإنت لازم تفهم هالشي، لازم تفهم بقى. أنا فهمت عليكي، بس يا ريت تفهمي علي كمان. أنا ما حبيت حدا بحياتي غيرك، حتى لو أنت ما حبيتيني رح ضل حبك وما بعرف ليش. شو قصدك يعني بهالحكي اللي عم تقوله هلأ؟ إلي يلا شو قصدك؟ ما فيك تجبريني أعمل مثل ما بدك. هلأ أنا اللي لازم أجبرك تطلع من هون. زهرة ليكي لا تحكي معي هيك. حكي شو قدير، روح من هون، أنا بدي أشوف أمي، لا تخليني عصب. يلا انقلع. نحكي بعدين. روح. نسرح نحكي. انت بتخلصني من هديك المرة، وانا رح انقص حياة حبيبتك. أهلين بيرام. رح أعمل مثل ما بدك. ممتاز. وأنا كمان اشتقت لك كتير. خلينا نقعد. ماما، مو أنتي قلتي لي من قبل إنه كان في شرطي عم بيزورك هون؟ وأنتي لشو هالسؤال؟ اسمه بايرام شي؟ إيه، بس شو السبب؟ لحتى عم تسألي، أنتي بتعرفي؟ لحظة، هلأ بايرام بيعرف كل شي عن الموضوع؟ ومين بكون أنا؟ زهرة خبريني شو في. هو كان عندك اليوم مو هيك؟ هو حماها لرفيقتي، ورفيقتي هي بتعرف انه انا زهرة مو هاندا، يعني بيعرف؟ ماما قليلي، هو بيقربها لشوليا؟ هو بيقربها؟ أزاكي شي يا زهرة؟ لا، بس هلأ اكتشفت انه هو بيعرف كل شي. طالما هو بيعرف مين انا ومين بكون بالحقيقة، فليش ما عمل شي؟ ليش ما قال لي حتى؟ زهرة، هو ماله مهتم فيكي. شوليا عملت شي لهاندا وعم يتأكد. شوليا عملت شي لهاندا؟ طيب ليش لسه ساكت؟ والله ما بعرف، قصدي إنه ماله متأكد من شي لسه، بظن هو شاكك بالموضوع بس. هذا الرجال شو بده منك؟ أمي، ليلي هو شو بده منك؟ قال لي إنه رح يحمينا أنا وإنتي، وإنه رح يخلي شوليا تدفع ثمن الشي اللي هي عملته، هيك بس. وبس أمي؟ إيه بس هيك. بتوقع إنه وقت بده يكشف كل شي صار بالماضي بهديك العيلة، بده يانا نكون جنبه ونكون شهود، وياخد اعترافاتنا دليل عليها. أنا لازم أعرف كل شي بيعرفه هذا الزلمة، ضروري أمي. زهرة، ليكي بايرام كان عم يسألني عن قصة،
وهي إذا نحن بدنا نضل بهذا البيت أو بدنا نتركه. طمني ماما، ماشي؟ لا تشغلي بالك، ورح تطلعي من هون ونعرف شو صار مع هاندا، بعدين رح نمشي، اتفقنا؟ أنا بدي إياك تدير بالك كتير منيح يا كازم، عم تفهمني؟ سيد ساركان خلاص كازم بكفي. شو بتحب تصرف؟ عملي اللي قلت لك عليه. حكيت مع أورهان شي؟ حكيت، الأمور تمام. نحن رح نخدع قدير ورح نحسسه إنه الأمور تمام، وبعدين منقرر الخطوة الثانية. والست هاندا هي بتعرف شي؟ لا ما بتعرف شي. تفضل ساركان بي. شكرا لك. ساركان، بدي احكي معك بموضوع مهم. تفضلي احكي. بدي اقول لك شيء مهم. شو الشيء الجديد اللي عم تخططي له هلا؟ شو قصدك؟ ما تشغلي بالك، ما في شيء. كنتي بدك تقولي شيء؟ أكيد. عم بسمع. وقت جيت على هذا البيت، قصدي بعد ما أنا رجعت لهون، اكتشفت شيء مهم. شو اكتشفتي؟ هلأ أنا بدي ورجيك الشيء اللي أنا اكتشفته. شو هاد؟ مذكراتي، كتبت فيها كل شيء قبل ما اختفي وافقد الذاكره. انا مالي متذكره شيء بنو، بس انت المفروض بتعرف كل شيء عني، يمكن تقدر تعرف شو اللي صار معي. وفي شيء تاني مهم، انت تعرف خاتم نادر بيك؟ كان بالغرفة بالليلة اللي اختفيت فيها، لقيته مع المذكرات. رح صبر حالي لبين ما يجي هذا اليوم واطلع من هذا البيت وارتاح من كذبه. بيت كله أسرار وصمت كتير كبير، إذا حدا طلع من هذا البيت وحكى أكيد رح ينتقموا منه بأي طريقة. هدول الورق بدهم ينحطوا على الطاولة وهلأ لازم ينكشفوا قدام الكل، لأنه الشخص اللي بتثقي فيه بيأذيكي إذا ما تخلص منك. ماما شوفي، احكي شو عم بيصير. امي احكي، لا تضلي ساكتة، فهميني شو اللي صاير. انا شو؟ انا 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 انتي عملتي هيك؟ ايه ايه. انتي اللي طعنتي؟ هذا الخاتم لمين؟ هذا الخاتم الي هاندا. الك انت؟ ايه الي. وين لقيتي؟ لقيته بغرفتي. بتعرفي اني صار لي عم دور عليه فترة، فيني اخده؟
بابا؟ ابني؟ خيال، انت ليش ما عم تردي علي؟ صباح الخير. صباح الخير حبيبي. تعا تعا. أخ كيف صرت؟ منيح. جده مو هون؟ مو هون حبيبي. وين راح لكان؟ جده راح يترك البيت فترة. هو راح لأنه تخانق معك؟ ليش تخانقتي أنت وجده ماما؟ ما في شي مراد حبيبي، انت لا تشغل بالك، هالقصص بتصير كتير. بس انا هلأ بدي اشوف جده، لازم تتصالحوا مع بعضكم مشان الله احكي مع جده ماما. انت طلباتك اوامر، اللي بدك اياه بيصير. اخ بس انا قلت لك القصة بيني وبين جدك، انت لا تهتم هلأ ماشي؟ برافو عليك. ألو؟ خيال، أنت منيحة؟ صاير معك شي؟ ليش ما عم تردي؟ لا كله تمام عادي. وكيف مراد هلأ؟ منيح كتير. من امبارح وأنا عم بتصل فيكي وما رجعتي حكيتيني أبداً. أنا تعبت شوي ونمت بكير لهيك ما قدرت رد على مكالماتك. أنت صاير معك شي قصة يعني؟ حطيت المذكرات لسركان. قال شي؟ لا، خلينا نلتقي بالحديقة ونحكي بالموضوع هنيك. مو مشكلة، مو مشكلة. تمام، بشوفك. ماشي بشوفك. دور مين هالمرة؟ هالمرة شيرمين. ليش؟ من جهة حياة المرأة، ومن جهة تانية هو ابنك. بدك نخسر الولد مشان هديك المرأة؟ فهمت السيد توفان وقال إنه ممكن يساعدنا نلاقي متطوع للقلب، بس لنضمن نجاح العملية لازم تنعمل برا البلد. أكيد. تمام، منيح كتير، منيح. وأنا شو مطلوب مني جاهز، بس لازم نستعجل. إيه تمام تمام، مثل ما حكينا واتفقنا. لا العفو، هذا واجبي ولو. ألو نعم؟ هاندا؟ ليش ما عم تردي على مسجاتي؟ في شي؟ أنا مزعلك بشي؟ لا أبداً ما في شي. شو عم تعملي؟ ولا شي. كنت بدي خبركن عن وضع مراد وحالته الصحية هلأ.
فيني شوفك أنت وخيال؟ حتى نحكي شوي؟ أكيد، أنا بكل الأحوال بدي شوفها اليوم وهلأ كان طالع. ممتاز. طيب، لكن بشوفك بس يمكن اتأخر شوي لأنه عندي شوية شغل ضروري. ماشي؟ تمام، يلا باي. لنشوف إذا رح تتركي ولا رح تضلك معه يا زهرة. رح نشوف شو آخر هالقصة. حجرة ورقة مقص. أنا ربحت لأنك أشطر مني. مرة تانية، حجرة ورقة مقص. مراد، خالي هاندا، يا روحي أنت، كيفك؟ أنا منيح خالي. وهي لمين؟ شو هاي؟ طيب افتحها وشوفها. جايبتي لي سيارة ماما. خالتي هاندا جايبتي لي سيارة. إلا شكرا للخالة هاندا. شكرا كثير خالة على اللعبة. طيب يلا يا شاطر، ما بدك تلعب فيها؟ خالة هاندا، تعرفي إنه جده ترك البيت؟ ليش؟ لأنه تخانق هو وماما. مراد حبيبي، روح العب باللعبة الجديدة هنيك. يلا يلا حبيبي، وعطيني شنطتك. هات. اوف، شوفي عن جد انتو تخانقتوا؟ شو صاير؟ قايل شي عن امي او عن الست جوليا؟ تخانقنا على نفس القصة، شو بده يكون صاير يعني؟ لانك انتي سألتي عن امي لهيك تخانقتوا؟ سألته بس ما جاوبني على شي. فكرت جاوبك أو قال لك شيء؟ قلي لي أنت كيفك؟ أكيد متضايقة مشان وضع مراد. خيال، مراد رح يكون منيح، أنا واثقة إنه رح يكون منيح. وجينجو حكى مع حدا بيعرفه مشان المتبرع. ما تخافي ولا تاكلي هم، رح نلاقي المتبرع، لا تضلي زعلانة. زهرة، أنا شوفي إن شاء الله الأمور مشيت تمام ومثل ما كنا مخططين؟ طبعاً تمام، لكن أول ما تطلع رح تنفذ. ما تاكلي هم، لساتك متذكرة وعدك؟ طبعاً متذكرة. قد ما حاولتي ما رح خليكي تعرفي الحقيقة يا زهرة. أي خيال، عم بسمعك أنا. بدي أقول لك على شغلة مهمة. رح تخليني أعمل يلي قالت لي عليه الست جوليا من شان أنقذ حياة مراد؟ ولا رح تخبري الشرطة بكل شيء؟ فكري كتير منيح وخبريني بقرارك. كنت بدي أسألك عن ساركان، شو عمل وقت عطيتي المذكرات؟ ولا شي، أعطيته المذكرات وخبرته عن الخاتم، قام اطلع فيني هيك بنظرة عادية وبس. ساركان بيتصرف بحكمة. ما عمل ردة فعل؟ ما عمل أي ردة فعل عن قصة هاندا أبداً.